حيوان سري خجول جدا. العقاب من أكثر الحيوانات الإفريقية جبنا، وهو من أقرباء الزرافة، لكنه يعيش داخل الغابات الكثيفة ويصعب العثور عليه. لقد خلق بقرون صغيرة على رأسه مغطاة بالجلد وبلسان طويل أسود اللون، وهو طويل لدرجة تمكنه من الوصول لمعظم أجزاء جسمه. تستخدم الأمهات قوائمها الأمامية لركل أي حيوان يهدد صغارها، فقد تعرضت للصيد طمعا في لحومها وأصبحت مهددة بالانقراض. يأكل العقاب نباتات تعتبر سامة للبشر، لكن لحيواننا السري علاقة بالسم أيضا.